15 يوما من المعارك المتواصلة التي يخوضها الثوار ضد تنظيم الدولة في محاولة منهم للسيطرة على القلمون الشرقي ووصله بالبادية الشامية. الثوار تمكنوا في معاركهم الأخيرة من السيطرة على مناطق تمتد على 23 كيلومتر، وتمكنوا من حصار عناصر التنظيم في منطقة المحسة وكسارات وفتحة المنقورة، آخر معاقل التنظيم والعقبة الأخيرة للثوار لاستكمال تحرير القلمون الشرقي ووصله بالبادية الشامية. تنطلق قوات الشهيد أحمد العبدو من النقاط التي تم تحريرها سابقاً، وتنطلق الآن من بير المنقورة باتجاه النقاط المتمركز بها تنظيم داعش، منطقة المحسة والمرمل الحمراء، وإن شاء الله تعالى سيتم تحريرها في هذه المعركة ليتم وصل القلمون الشرقي بالحماية السوري إن شاء الله. قادة عسكريون في قوات أحمد العبدو تحدثوا عن انسحاب عناصر التنظيم من مساحات واسعة من القلمون الشرقي إلى ريف حمص في محاولة من التنظيم لترتيب صفوفه للحفاظ على ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها، بيد أن هجوما جديدا للثوار جعل التنظيم يتخبط بشكل أكبر بعد سيطرة الثوار على منطقة بئر القصب التي تعد عقدة الوسط بين عدة مناطق وأكبر معاقل التنظيم، الذي شهد انهيارا كبيرا في صفوفه بعد سيطرة الثوار على تل دكوى الاستراتيجي، ليصبح الثوار على بعد 5 كيلومترات من كسر حصار النظام على الغوطة الشرقية. وهذه النقطة تدعى بئر زبيدة، وكما تشاهدون هي الآن محررة بالكامل من يد التنظيم. هذه النقطة كانت انطلاق المؤازرات التي كانت تستهدف الثوار في منطقة الجبل والبترة، كانت تنطلق من هذه النقطة تماما. قوات الشهيد أحمد العبدو أكدت استمرار المعارك في القلمون الشرقي وريف حمص وصولا إلى السويداء حتى تحرير المنطقة بشكل كامل، وأضافوا أن الخسائر التي تكبدها التنظيم خلال المعارك الأخيرة والتخبط في صفوفه والانهيارات التي شهدها مؤشرات على أن سيطرته على منطقة المحسة وكسارات المنقورة لن تدم طويلا ولن تجعله قادرا على الصمود والسيطرة أمام ضربات الثوار. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.